23 بطولة في كل الألعاب، أعتقد إن ده مهم جدا إن إحنا نقول للناس الطفرة اللي حصلت، إيه اللي حصل عشان يبقى في مش عايز تفاصيل دلوقتي، إحنا بنتكلم بشكل عام وبعد كده هنخش في ملخص التفاصيل. الكلام يا كابتن إنه كان في تخطيط بشكل مدروس وشكل سليم. الأهلي بيبني للنجاحات اللي بيحققها في ألعاب الصالات دلوقتي مش من نتيجة السنة اللي فاتت. أيوه ده نتاج عمل متواصل اتبنى سنة بعد سنة. عطفا على الكلام اللي كان بيقوله كريم انه كده كده انه يعني دايما بيتقال في انه منظومه الدفاع هي بتكون الاهم في كل الالعاب مش في الكوره بس. يعني احنا كريم صحيح كان بيتكلم وبيذكر كرة الموضوع القدم. دلوقتي لكره القدم لان ده الظاهره اللي ممكن تكون واضحه لكل الناس كعوام او الناس كلها، كل الجماهير تبقى قادره انها شايفها تشوفها. لكن في باسكت بول از ديفنس، ده اصلا تعريف كره السله، انه كره السله اصلها هو الدفاع. لو انت الدفاع دافعت بشكل مميز تقدر ان انت وده من ضمن اهم العناصر اللي كان اشتغل عليها مستر جوستي بوش السنين اللي فاتت. وشفنا ده في مثلا في حتى في الفولي الهاند كمان. بول وفي البولي، في الفولي وفي انت لو البولي استقبلت الكره الاولى صح خلاص بقى احنا عندك خسرنا اريحيه بطولة بسبب ان انت باستقبال مش قادر وحش. تستقبل بالشكل الافضل. نفس الكلام بالنسبه للهاند بول، لو انت عندك منظومه دفاعيه قويه وصعب على المنافس ان هو يسجل فيك هدف، هتكون الامور بالنسبه لك اسهل بكتير انك تقدر تحقق الفوز. فالاهلي شغال بشكل مميز جدا، بشكل علمي وشكل مدروس وبيتخطط للامور بافضل شكل. شايف انه في دعم كبير جدا من مجلس الاداره للالعاب التانيه، ما بقتش بالنسبه للجمهور او بالنسبه للناس هو رقم مكمل للبطولات لا اللي النادي خالص، بيحققها، لا ده بقت مهمة حاجه جدا. مهمه جدا بالنسبه للشكل العام بتاع النادي. رشاد برضو مهم جدا، وده سؤال عايز أسأله لك، هل كرة القدم لها تأثير معنوي إيجابي في حالة الفوز بالبطولات على بقية الألعاب؟ يعني إن أنا أكسب البطولة الأفريقية وأكسب الدوري وأكسب السوبر وأكسب مش عارف إيه وأكسب إيه وأكسب إيه وأكسب إيه، هل ده يؤثر بشكل معنوي على 23 بطولة؟ على الرغم من إن معظم البطولات دي أو 60-70% كان قبل بطولات الفريق الكرة، ولكن فريق الكرة صح. هل ده بيؤثر؟ أكيد يا كابتن، زي ما حضرتك بتقول هو البداية كانت من دعم مجلس إدارة النادي الأهلي لكل الألعاب. يعني النادي الأهلي من بداية الموسم أو الموسم اللي فات اللي قدر يحقق فيه 23 بطولة، تم تدعيم الفرق كلها، تغيير عدد من القيادات الفنية في الفرق. طبعا لعيبة الألعاب الأخرى أكيد عندهم أصحاب كتير جدا في كرة القدم، بيكونوا دايما ساعات موجودين معاهم في الماتشات، بيكونوا دايما موجودين معاهم في الاستاد، بيقعدوا مع بعض بيتكلموا مع بعض. يمكن سر نجاح النادي الاهلي في الفتره الاخيره هو الروح اللي موجوده داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيحقق 23 بطوله فهو زعلان العاب على الصالات في العاب الصالات، فهو زعلان على التسعه اللي خسرهم. يعني احنا في الالعاب الجماعيه 31 بطوله، النادي الاهلي حقق 23 وخسر تسعه، فالنادي الاهلي زعلان على التسعه مش فرحان بال 23. فهو ده النجاح داخل النادي الاهلي، النادي الاهلي البطوله بتخلص بيفكر في البطوله اللي بعدها. فانا شايف من وجهه نظري ان مجلس الاداره اشتغل كويس جدا من بدايه الموسم، قدم لكل الالعاب الجماعيه وسواء الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه، قدم كل حاجه للنشاط الرياضي من دعم كامل، واحنا شفناه على ارض الواقع. يعني شفنا البطولات اللي موجوده في النادي الاهلي هذا الموسم، يعني واكيد هنتكلم في التفاصيل. فالنادي الاهلي قدر ينجح ان هو يحقق كل البطولات، وفعلا كابتن النادي الاهلي هو ملك الصالات الحقيقي.